الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بعنوان الكاربوريتر، وهي جزء من منظومة دخول الهواء والوقود إلى المحرك، وبشكل عام تستخدم في محركات الاس اي انجن. طبعا مكوناتها تتكون من الفنتوري تيوب ومن الثروتل بليت ومن الكابيلر تيوب والفول ريسيرفر والنيدل فالف والإدل سبيد ادجستمنت والإدل فالف والتشوك. حقيقة تشتغل على هنا على عدة ضغوط. لو نجي نشوف هنا مقطع بالكاربوريتر، نشوف هنا الضغط الجوي موجود اللي هو يمثل لي P1، هنا دخول الهواء إلى الكاربوريتر، وهذا عندنا التشوك، هاي عندنا التشوك بليت، وأيضا هنا يدخل إلى السيرفر. هنا مكان دخول البنزين او حجرة البنزين حقيقة، وبها فلاوت طوافة، يدخل منها الفول، يجيب من الفول بومب، يدخل الى حجرة البنزين وتكون بها طوافة. عندما يصل مستوى البنزين يحافظ على مستوى معين للبنزين، وإلا يقوم بالغلق. هنا مفتوحة تكون للجو الخارجي أيضا. شلون يحدث الجريان حقيقة؟ هنا يتخلخل الضغط، عندما يدخل هنا الهواء بضغط جوي حقيقة، هنا يكون الضغط متخلخل بسبب وجود الاندكشن، هذا مربوط على غرفة الاحتراق مباشرة على المحرك، خمنا الربط بالانتيك فالف، يصير هنا. يصير هنا عندنا تخلخل بالضغط، يعني البريشر هنا يصير اقل من الضغط الجوي، بالتالي يصير عمليه الجريان. هذا يؤدي الى انه الضغط هنا يكون ما يكون قليل اقل من الضغط الجوي، هنا يصعد قطرات البنزين، تصعد هنا كميه البنزين من الكابيلر تيوب وتنزل على شكل قطرات في الهواء الجاري منه، فتذوب هنا قطرات البنزين بالهواء زين، وتتجه الى غرفة الاحتراق ويتم الاحتراق. اي طبعا هنا عندك الثروتل ايضا، هنا عندك الادل فالف، هنا ايضا مكانه هو الادل فالف، ايضا يساعد بدخول البنزين الى غرفة الاحتراق زين. وعندنا الادجستمنت هنا زين، وهذا هنا يكون فول مترينج فالف، ايضا الفالف هنا دخول. هنا يكون عبارة عن فنتوري، شوف هنا فنتوري، فتنحسب هنا المساحة الفنتوري، لعادة نحسب مساحة الفنتوري ونحسب مساحة شنو الكابيلر تيوب. شوف أهم المعادلات اللي تدخل بالحساب، أهم المعادلات اللي تدخل بالحسابات هي حقيقة شلون أحسب كتلة الهواء الداخل، أو معدل كتلة الهواء الداخل الام دوت اي من هاي المعادلة. طبعا بها بعض المصطلحات هسه اللي راح نعرفها، السي دي تي ديسشارج كوفيشنت اوف فنتوري تيوب معروف هذا، والبي نوت والتي نوت هي الامبيت كونديشن، الاي تي فلو اريا اوف فنتوري هسه قلنا نحسبها، والبي تي ثروتل بريشر، والار كونستانت. اذا البي تي هي ثروتل بي تي، والبي نوت هو البي الخارجي اللي سميناه بي 3 او 1، والبي تي هو البي 2. خليها بالمعادلة، ناخذ القامة من مال الهواء وتطلع عند الام دوت اي الكل. الدي بي البريشر دلتا ان اير هنا حقيقي يساوي لك دلتا بي، بي نوت ناقصا بي تي، او بي 1 ناقص بي 2 مثل ما شفنا الفرق هنا. هنا الفرق، الضغط الاول ضغط الجوي ناقصا بي 2، هذا الدلتا بي اللي يصير. وعندك هنا دلتا بي للفور، هي دلتا بي اي ناقصه رو جي اتش الم للفور، رو جي طبعا رو مال للفور، والاتش هذا الارتفاع الموجود بالكابيلر تيوب زين، هو فرق الارتفاع هذا الموجود بالكابيلر تيوب هنا، هذا الاتش بين قمه الكابيلر وبين مستوى البنزين بالحجره، فتنحسب طبعا هنا تنحسب دلتا اف 4
ايش قد فرق الضغط اللي صار؟ طبعا دلتا بي اي اللي صار اللي حسبناه منه زين ناقصا الرو جي اتش، هذا بالنسبه للفو. الام دوت اف ممكن تحسبها من الـ من الكوفيشنت هذا السي دي سي اللي هو ديستشارج كوفيشنت اوف كابيلاري تيوب، ايضا الكوفيشنت في مساحه الكابيلاري في تحت الجدر كثافه الفول في الدلتا بي اف اللي حسبناها. اي سي طبعا هاي الكابيلاري تيوب كروس سكشن اريا، فراح تحسب الاي اف ام دوت اف اي على ام دوت اف من هاي المعادله تخليه هذا اللي حسبناه سابقا، وهذا هنا الاوميجا والباي، الاوميجا هذا مقدارها ايضا مع توحيد الوحدات، تقول لا توحيد الوحدات يعني تحسب هذا لازم توحده وياها، اذا هذا بالكيلو هذا لازم بالكيلو باسكال، هذا كيلو باسكال، اذا هذا بالباسكال هذا الباسكال، والباي ايضا نفس الشيء تنحسب، وبعدين تنضرب بالمعادله تحسبها الاي اف. زين ماكسيموم اير فول ثرو ذا كاربريتر، الماكسيموم الجريان ماكسيموم ام دوت اي ماكسيموم كثافه الهواء في سرعه الهواء يعني سرعه الصوت، وعندك الاي تي اي ثروت او فنتوري في هذا المقدار، هذا الماكسيموم ماكسيموم حتى نحسب منه كل شيء. بالستاندر كونديشن الكثافه 1.181 كيلوغرام لكل متر مكعب للهواء، سي او سرعه الصوت 346 متر بير سكند، والجاما 1.4 هاي ستاندر كونديشن، اذا كانت ستاندر كونديشن ظروف ممكن البي تي على البي نوت تساوي لهذا المقدار او هو يساوي اصلا، فالبي تي راح يصير اذا تخلي هاي القيم مالتك راح تطلع 0.528 بي نوت، والبي نوت معروف ستاندر معروف 101.325 كيلو باسكال، ويطلع لك هنا البي تي 53.4 كيلو باسكال. الام دوت ماكسيموم هاي راح تتحول، شوف لان نحسبه فيصير هذا الرقم الاي تي زين، هاي بستاندرد كونديشن، اذا قال لك ستاندرد كونديشن استخدم هاي المعادله. بس هذا مثال معطينا المحرك وعاد السرعة مالته موجودة والحجم، ومعطيك الفوليومتريك افشنسي 92% زين. تو بارو، شوف التو بارو يعني عندك شنو؟ يعني عندك تو فنتوري، تو فنتوري تو كابيلاري يعني راح يصير هنا، طبعا واحدة تستخدم للسرعة الواطئة والثانية الفنتوري الثاني يستخدم للسرعة العالية، يفتح اثنين بالسرعة العالية، بالسرعة البطيئة تفتح بس واحد، وهذا موجود بالسيارات البنزي. منطيك هنا الجازولين، منطيك الكثافة مالت الجازولين زين، واحسب الثروت ديمتر للكابريتر، منطيك المعامل مالته عامل الجريان، وعندك الفول كابلري ايضا يريد ديمتر، ومنطيك المعامل مالته، كاتب لك هاي ستاندر معناها شوف 1. ستاندر اي اف منطي الاتش منطي 1.5 سنتيمتر زين، تروح تحسب حسابات، تحسب الام دوت ماكسيموم تقدر تحسبها من من السرعه من هذا القانون مال الفوليومتريك افشنسي منطقيه، فتروح تحسب زين لان منطق ماكسيموم فيلوسيتي تروح تحسب، ما تحتاج معادله كبيره اذا منطق فوليومتريك افشنسي رسم تحسب، طلع هذا الام دوت ماكسيموم في نفس الوقت ستاندرد، فتساوي المعادله مال ستاندرد هاي الاي تي الاي ثروت، اي ثروت هنا مجهوله تروح تطلعها، شوف اي ثروت هنا طلعها زين، الاي ثروت طلعتها 8.8 زين، فور ايش بارل اي تي لكل بارل باي على 4 في دي تربيع اعتيادي هو قطر زين، فهنا المساحه للبرل الواحد قسمها على 2، شوف 44 صارت هنا 88 لانه 2، لو 3 3 قسم على 3 هذا، لو 4 قسم على 4، فهنا قسم على 2 طلعت لك طلع القطر طيب بشكل طبيعي مال الثروت.
البي تي منطق اياها لان ستاندر موجوده جاهزه. دلتا بي اي تروح تحطها هنا اطلع 101 101 اخذها ناقص بدون كسور ما اخذها 47.5 هاي دلتا بي اي. دلتا بي اف شوف دلتا بي اي رو جي اتش هاي طبعا حولها المتر كيلو باسكال هنا كيلو 750 كيلو جرام في 9 جي زين كيلو جرام هاي على اليمن في هاي المتر زين طلع لك هنا ايش قد 47.49 كيلو باسكال. طبعا هنا واحده الوحدات لان لازم تحول هاي المن تحولها الكيلو باسكال تروح تطلع الاوميجا بعد تروح تطلع الباي مقدارها ايضا تحسب حساباتك زين اوميجا والباي طلعتها تروح تطلع الاي اف من ام دوت اي على ام دوت اف هاي القانون تخلي شنو النقص هنا عندك بس فقط ما تشول الاي كابيلاري راح تكون الاي كابيلاري فقط ما تشول تروح تطلع الاي كابيلاري من تطلع موضوع سهل بس يراد شوي تطبيق والمعادلة الطويلة عادة تعطى بالاسئلة اذا جي. يبقى الفول انجكتر او تعرفوا الفول انجكتر هو عبارة عن اسمي الانجكتر او النوزل. شوف حقيقة هو يتألف من السبرينج هذا ومن المجرى. شوف هذا المجرى اللي جاي شوف هذا يجي من الفول بومب مباشرة شوف بالنسبة للانجكتر هو اللي يصير شنو عندما يضغط الماء او الوقود اللي جاي من الفول بومب يضغط هنا الابرة هنا عندنا الابرة تصعد للاعلى فتضغط على السبرينج وتصعد ويصير عندنا رذاد من الوقود لان هاي تكون المكان او هاي الحجرة تكون مثقبة فتسمح لان الوقود يمر اذا صعدت الابرة زين فمن تخلص يخلص فترة البثق او بخ البنزين او الوقود انواع الوقود الاخرى يرجع السبرينج يضغط وهكذا بواسطة الكامز الموجودة يصير توقيت الصمامة عرفناها بواسطة الكامز يعني بعض الاحيان موجود مباشرة بالكمبرسن تشامبر او تكون في المجرى في مجرى دخول مال هواء بالنسبه للانجكتر يفضل يكون في مباشره لغرفه الاحتراق لان راح الضغط يصعد 10 ميجا باسكال اذا استخدمنا هذا النوع. موضوع سهل يعني احنا مختصرين اختصارا هنا هو موضوع واسع جدا بس معطينا بشكل مختصر. شوف مثال بسيط كلش هنا محرك 3.2 لتر ومنطيك بعض المواصفات مالته والسرعه ومنطيك الزاويه انجكشن تحدث 20 بيفور تي دي سي للخمسه افتر دي سي دي سي ايش قد الزاويه اذا منطيك اياها 25 واحسب الفوليومتريك شنس منطيها والاكفلنس ريشيو منطيها فالموضوع سهل يريد تايم اوف وين انجكشن هاي اللي قلنا عليها بخ ايش قد الوقت مالها والفول فلو ريت ثرو ذا انجكشن انت تروح تحسب الـ VD Displacement Volume مال المحرك وتروح تحسب الـ MA من علاقة الـ Volumetric Efficiency هنا وتروح تحسب الـ MF من علاقة الـ Fluence Ratio باعتبار ذلك كلهن موجودات يعني تقدر تحسبهن زين وتخليهن كل واحد بمكان الـ MF اذا طلعت عندك هو هذا المهم انا اريد الام اف زين لان هاي تعتبر السايكومتري المهم الانجن تايم تقلبها يعني 60 على 2400 للسرعه اطلع 5.25 سكند لكل ريفوليوشن هاي ريفوليوشن الوحده اريد انا للدرجه الواحده هي 360 درجه اقسمها على 360 اطلع هذا الرقم للدرجه الواحده اروح اطلع التايم اضرب ال 25 الزاويه اللي انطاني اياها هو مال الانجكشن في الزمن تطلع الزمن الكلي للانجكشن الواحد. الام اف اروح اقسم الكتله على من؟ على الوقت
هذا طلع لي الام دوت اف او هو اللي يريد.